كم الساعة الآن؟ الواحدة وعشر دقائق. وعشر دقائق. كم الساعة الآن؟ الواحدة وثلثا. لا ليس والثلثا. الواحدة وثلث. ليس والثلث. ربع ربع ربع. ساعة الآن الواحدة والربع. ربع. كم الساعة الآن؟ الواحدة وثلث. الواحدة والثلث. بارك الله فيك. وكم الساعة الآن؟ الواحدة الواحدة وخمس وخمس إلى لا والنصف. الواحدة والنصف والنصف إلا إلا خمس دقائق. جميل. وهنا الواحدة والنصف والنصف وخمسة وخمس دقائق. دقائق. جميل. كم الساعة الآن؟ الثانية إلا إلا ربع. إلا ربع. جيد. كم الساعة؟ الثانية إلا خمس إلا خمس دقائق. إلا خمس دقائق. إلا خمس دقائق. طيب كم الساعة الآن؟ الساعة الثانية. الساعة الآن الثانية تماما. بارك الله فيك. ما اسم هذه؟ هذا الزمن. هذه تساعدنا على معرفة الزمن، لكن هذه اسمها هذه ما اسم هذه؟ ساعة. ساعة اليد. ماذا؟ أها. اليد. وما هذه؟ وهذه ساعة. هذه ساعة ماذا؟ ساعة الحائط. أحسنت. هذه ساعة حائط وهذه ساعة يد. بارك الله فيك. أحسنت. أحسن الله عليك. هل تعرف شهور السنة؟ شهور. قلنا أيام الأسبوع. أيام الأسبوع. ما هي أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع يوم واحد. نعم. السبت. يوم الأحد. الأحد. جميل. يوم اثنين. الاثنين أو آسف الاثنين. جميل. ثلاثة أربعة. يوم ثلاثة. الثلاثاء. الثلاثاء. يوم الأربعاء. 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 ثم يوم الخامس. الخميس. الخميس. ثم يوم الجمعة. جميل. الجمعة. طيب هذه أيام الأسبوع. طيب هل تعرف فصول السنة؟ فصول السنة يعني الجو حار. ما هذا الصيف؟ ما هذا الفصل؟ يوم الح
summer in summer. آه summer ماذا summer؟ آه يولي. لا 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 يعني ماذا summer باللغة العربية؟ ماذا summer باللغة العربية؟ لا أدري كلام. تعال صورة لا أعرف. لا أعرف. لإلاف قريش. لإلاف قريش. إلاف رحلة الشتاء والصيف. ماذا شتاء وماذا الصيف؟ ماذا شتاء وماذا الصيف؟ summer. ها فصول السنة الشتاء ما عكس الشتاء summer ماذا summer الشتاء و لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء و والصيف ها ماذا الصيف؟ وينتر لا هذا الشتاء الشتاء الجو بارد الصيف الجو حار ونشغل المروحة والمكيف هذا في الصيف صح؟ نعم فإذا في الصيف الجو حار وفي الشتاء الجو ماذا؟ بارد. جيد. الشتاء والصيف. طيب بعد الشتاء ماذا؟ ماذا بعد الشتاء؟ بعد الشتاء لا أدري في اللغة العربية. الربيع. الربيع. الربيع الجو جميل. الجو جميل في الربيع. بعد الصيف ماذا؟ ما هذا؟ هذا الخريف. 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 فإذا فصول السنة الشتاء الربيع الصيف الخريف. حسناً. حسناً. جيد. جيد. إذا الجو بارد متى؟ الشتاء. الشتاء. الجو حار. الصيف. الجو حار. الصيف. طيب الجو جميل و يوجد أزهار والجو جميل. ماذا؟ الربيع. الربيع. أحسنت. الربيع. الجو جميل ولكن ليس هناك ورد والشجر ليس جميلا ما اسمه؟ الخريف. الخريف. إذن فصول السنة أربعة الشتاء الربيع الصيف الخريف. يحمل الهاتف ويتحدث. ممتاز. يدخل سامي الكابينة رقم 4. ممتاز. سامي يخرج من مكتب البرق والهاتف. أحسنت. هنا يدق المنبه الساعة 5:15. أستيقظ بدنيا من نومي. أترك سريري الساعة 5:30 وأصلي. بعد الصلاة أنا أذهب إلى سريري. جيد. ممكن أقول أنا أذهب إلى سريري أو بعد الصلاة أذهب إلى سريري حتى الساعة 7. ليس حتى الساعة 7 إلا 4.
في الساعة السابعة صباحا أنا أستحم. ممتاز. أنا أستحم الساعة السابعة والربع. أنا آكل فطوري. في الساعة الثامنة صباحا أخرج إلى عملي. أنا أذهب إلى المحطة أو إلى محطة القطار. إلى محطة القطار. وفي الساعة الثامنة والربع الساعة أنا أذهب إلى محطة القطار في الساعة الثامنة والربع. الساعة الثامنة والنصف أجلس في القطار وأذهب إلى عملي. في الساعة التاسعة صباحا أصل إلى عملي. الساعة التاسعة وعشرة دقائق أشرب القهوة. من أنا أشرب؟ أنا أشرب القهوة. ممتاز. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أحسنت. أحسن الله إليك.